السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. واليوم إن شاء الله بنبدأ في شابتر جديد، شابتر الانرجي. بسم الله. طيب، إحنا قال لي في البداية يعني حط لي عدة أمثلة، قال لي وش الـ يعني أنواع أشكال الطاقة اللي موجودة عندي هني اللي هي الانرجي. فهني نشوف زين، إذا عندي هني اللي هي هذه اللي تهدم المباني قاعدة تتحرك زين، ف عندي نوع من الطاقة اسمه كاينتيك انرجي، الطاقة الحركية اللي هي بنرمز لها بالكي. طيب، بنرمز لها بالكي، كاينتيك انرجي. طيب زين، هني قال لي هذه اللي هي العربة زين حق الألعاب. الحين هي صح تتحرك، لكن هو ايش يبغى يبين لي هني؟ يبغى يبين لي هني انها قاعدة خلينا نقول او موجودة في ارتفاع معين، فهذه نسميها الجرافيشنال اللي هي انرجي اللي هي يوجي. طيب يعني الجرافيشنال بوتنشال انرجي اللي هي طاقه يعني اللي تكون لما تكون عندي او لما يكون عندي الجسم في ارتفاع معين، ففي عندي طاقه الجاذبيه هني. زين، وهذا السؤال هني عندنا وشو سبرينج، عندنا هذا اللي هو حق السهم، عندنا سبرينج. فهني عندي ايضا بعد اللي هي انرجي الاستيك انرجي، ونسميها يعني يو اس بي او يو اس. انزين، هني ايضا عندي بويلينج ووتر، معناها وش اللي قاعد يخلي الماء يتبخر؟ حراره. فاذا عندي انرجي ثيرمال، طبعا بيجي لهم يعني بعدين بالتفصيل، بس الحين قاعد اعطي امثله وانا بوضح لكم وش هذه يعني الانواع الطاقه الموجوده هني. الفيول اللي هي عندي وشو البنزين او الوقود، عباره عن اللي هو كيميكال انرجي. طيب، عندي رياكشن قاعده تصير داخل هذا الوقود، ينحرق ويطلع لي خلينا نقول طاقه اقدر استخدمها. فاذا هني كيميكال انرجي. نيوكليير رياكتور لهم فاعل نووي، عندي طاقه ايضا وشو نسميها الطاقه النوويه له نيوكليير انرجي. طيب، قال لي هني وش التوتال انرجي؟ التوتال انرجي از ذا سم اوف ذا ديفرنت كاينز اوف انرجي بريزنت ان ا سيستم. فاذا عندي نظام زين، سيستم موجود فيه اكثر من اكثر من طاقه، اكثر من طاقه، وهذه طاقات مختلفه انواعها، وش نقدر نجمعهم في قانون واحد نسميه توتال انرجي. زين، اقدر اقول اي تساوي كي اللي هي وش هو كاينتيك انرجي، الطاقه الحركيه. اليو، زين اليو عندنا اكثر من حاجه طبعا، هني الثيرمال، زين عندنا اللي هي السبرينج، عندنا اوكي الثيرمال كتبها، اللي هو يقصد الجرافيشنال اللي هي بوتنشال انرجي. اليو غالبا بوتنشال انرجي، عندي هني حق الجاذبيه وعندي حق اللي هو السبرينج، هذول يعني من انواع البوتنشال انرجي. طيب، عندنا هني بعد وشو ثيرمال اللي هي الطاقه الحراريه، الكيميكال، زين طاقه كيميائيه. طيب، الحين نجي قال لي وشو what is energy transformation. قال energy transformation is the change of energy. فاذا change تغير في الطاقه within a system، داخل نظام معين. طيب، فاذا قاعده الطاقه، انواع الطاقه قاعد تغير في هذا السيستم وما تطلع برا. فاذا عندي مثلا من كاينتيك تروح الى كيميكال، ومن كيميكال تروح الى بوتنشال انرجي، جرافيشنال بوتنشال انرجي، وهكذا. زين، انها تكون داخل النظام، داخل نظام معين. الحين مع الامثله بتوضح وش اقصد انا بالنظام المعين يعني. زين، فاذا تغير الطاقه من شكل الى شكل اخر، في وشو داخل النظام، داخل السيستم. زين، هني قال لي وشو what is the type of energy transformation in each of the following cases. زين، يبغى من وش قاعد تغير اللي هي الطاقه، من وشو الى وشو. زين، هني هذا مثلا قاعد الحين يتزحلق. طيب، فوش اللي بتبدا جاي في عندي هني فريكشن، الارض فيها فريكشن صح؟ فان الفريكشن وش بينتج عندي؟ بينتج عندي حراره. فاذا انا بقدر اقول انه كان يتحرك من كاينتيك انرجي، عفوا طيب نكمل، قلنا انه هو قاعد يتحرك من قاعد يتحرك، فكان وشو كاينتيك انرجي بتحول الى حراره، فاذا وشو ثيرمال انرجي. طيب، هني زين، هني وش بيكون عندي برونينج كام فاير، لو قاعد الخشب قاعد يحترق، فاذا وش بقول انا قاعد الاحتراق وش تفاعل، تفاعل كيميائي، قاعد مواد قاعد تتفاعل يا بعض وتطلع لي حراره، فبقدر اقول ان من كيميكال انرجي الى ثيرمال انرجي. زين،
هني بعد انا الحين بعد طبعا قلت لكم بتوضح وش السيستم. الحين انا بوضح وش السيستم. زين الحين مثلا جسم الانسان، الحين انا لما اكل هذه الاكل داخل الجسم تحول الى طاقه وش كيميائيه، زين تحول داخل الجسم الى طاقه كيميائيه. لما اجي انا ابغى اتحرك احول هذه الطاقه الكيميائيه الى وش؟ الى طاقه حركيه. زين فالمثال هني، زين انا الحين اول شيء قلنا وش بتصير عندي؟ طاقه كيميائيه من احتراق الاكل اللي هو داخل، يعني الاكل قاعد يتفاعل في الجسم داخل الجسم بطلع لي وشو؟ طاقه. طيب اذا انا تحركت تعطيني كاينتك انرجي هني، لكن هو قال ويت ليفتر ليفتنج اباربل، انزين هو قاعد يرفع هذه، فاذا رفعها وش قلنا؟ في ارتفاع، انزين في ارتفاع هني، فوش بتسبب لي؟ بتسبب لي جرافيشنال انرجي، طيب اللي هي بنقول عنها اليو جي. زين وصحيح لما اذا قلنا هو لو كان يتحرك احنا بنقول وشو؟ لو كان يتحرك بنقول انه اعطاني كاينتك، اعطاني كاينتك انرجي، بس هو لا، بس قال انه هو رافع عنها، فهني بتعطيني وشو؟ جرافيشنال انرجي. طيب هني سبرينج بورد، سبرينج بورد دايفر. زين الحين هو وشو؟ اول حاجه زين نزل هذه، زين نزل هذا اللوح، فاذا وش صار عندي؟ سبرينج. زين في حاجه بتعودها، بتعود هذا في طا في خلينا نقول حاجه بتعود هذه اللوح الى الاكوليبريوم اللي هي الحاله المستقيمه، فاذا وش اول شيء بنقول؟ بنقول سبرينج. زين سبرينج انرجي او الاستيك انرجي. طيب تتحول الى وشو؟ تتحول الى حركه. زين تحرك هو الحين بس وقفت عند الحركه؟ لا، زين الحركه تعطيني وشو؟ صار في ارتفاع معين، فبقدر اقول ان في عندي جرافيشنال انرجي. هذا بالنسبه للترانسفورميشن. طبعا احنا وش نقصد بالسيستم؟ ان كل حاجه، يعني الحاجه لازم نعرف ان هي تكون في السيستم، معناها الطاقه تتحول داخل السيستم. مثلا هني في جسم الانسان، زين جسم الانسان هو ما قاعد ياثر، خلينا نقول ما قاعد يحول الطاقه الى برا، زين ما هو قاعد يخلي يعني الطاقه اللي هو يستهلكها او يعطيها تاثر في حاجه ثانيه، لا هو قاعد ياثر على نفس السيستم. مثلا هني زين الحراره وين انتقلت؟ وحين كاينتك من هذا اللي قاعد يتزحلق، الحراره وين صارت؟ ما صارت خلاص ضاعت، لا صارت في نفس جسمه. زين الحراره مثلا هني بتكون رجوله بتكون حاره، لانه وشو؟ صار في فريكشن هكذا. وهني بعد مثلا زين كل الـ يعني انتقال الطاقه كان في السيستم نفسه. زين بعدين نجي الى وشو؟ الانرجي ترانسفير. هني اخذنا ترانسفورميشن، هني بناخذ وشو؟ الحين بناخذ ترانسفير. طيب قال اكستشينج، فاذا في تبادل اكستشينج انرجي بين السيستم اند ذا انفايرمنت، فاذا عندنا دخلت حاجه جديده وهي الانفايرمنت، وبنشوف وش نعبي الانفايرمنت. فاذا هني زين خلينا نوضح وش الانفايرمنت. الحين مثلا هني زين في هذا المثال، الحين هذا لما قاعد يرمي الكوره عندي السيستم، السيستم عباره عن الكوره، في حاجه الانفايرمنت القوه خارجيه قاعده تاثر على السيستم اللي هو هذا الجسم اللي عندي وتخليه يتحرك، تخليه يغير شكل طاقته. طيب فوش هذا الانفايرمنت؟ هو هذا نفس الرجال او ايده، زين خلينا يعني بشكل خاص ايده، زين اذا نبغى نحدد يعني نكون دقيقين، ايده هي الانفايرمنت. طيب زين قال لي وش هني؟ ذا انفايرمنت is everything not part of the system. فإذا وش environment؟ everything that's not part of the system. فإذا system وش هو؟ الكورة. فإذا أي شيء برا الكورة بيكون environment. طيب هذا system عندي تتغير فيه الطاقة، هني وش هو؟ transfer، عفوا نسميها transformation، اللي من ال environment إلى system سواء داخل أو طالع exchange، زين يعني يدخل ويطلع. زين هذه الانرجي قاعده تدخل وتطلع نسميها وشو؟ ترانسفير، انرجي ترانسفير. طيب بس طبعا لازم هنا نلاحظ انه وشو؟ الداخل يساوي الطالع، الان يساوي الاوت، ما في شيء انا قاعد اغير يعني شكل طاقه الى شكل اخر. زين فاذا انا طلعت ودخلت اكستشينج يعني زين لازم اطلع بنفس المقدار وادخل بنفس المقدار. زين احنا على وشو؟ على اي شكل تطلع الطاقه؟ زين اذا كان عندي ترانسفير، زين احنا قلنا نتحول الطاقه من شكل الى شكل. هني قال لي وشو؟ ذا تو بروسيسز زين اوف ترانسفير انرجي از ورك، واحد ورك اند تو عندنا الهيت، ورك الشغل.
طيب وبنجيب يعني بعدين نتكلم فيه، والهيت والحرارة. طيب الورك عبارة عن وشو؟ ميكانيكال ترانسفير. الحين أنا لما أبذل شغل، إنزين الشغل بنجي يعني بتعمق فيه، بس إنه وشو هو الميكانيكال ترانسفير؟ يعني أنا قاعد أسوي ترانسفير الانرجي ميكانيكال، إنزين يعني ميكانيكال زي وشو، يعني إنه يكون عندي وشو بوش أو بول. طيب of energy in the form of or for from a system by pushing or pulling. طيب on it. فإحنا قاعدين أثر على السيستم اللي هي مثلاً عندي الكورة by mechanical يعني ways. طيب mechanical form pushing or pulling. هذا اللي شفناه بعد هني في المثال، يعني هذا يعتبر mechanical work معناها. طيب الهيت عبارة عن non-mechanical non-mechanical. طيب وش اللي قاعد كيف يصير التغير هني؟ قال يعني كيف يصير الاكسشينج بين ذا انفايرمنت اند ذا سيستم؟ قال التمبرتشر ديفرنس. زين عندي تمبرتشر ديفرنس، احنا نعرف ان التمبرتشر او الحراره من وين تنتقل؟ من الهاي تمبرتشر الى اللو تمبرتشر. طيب بعدين يعني في بارت على من هذه الدروس بيكون عن الهيت زين او الحراره، بعدين نتطرق لها ونشرحها ان شاء الله. زين الحين قال لي وشو ان ايتش اوف ذا فولوينج شون كيسز determine the system. زين وش قال لي السيستم؟ طبعا هناك ما اعرف السيستم توه الحين اعرفه. زين قال لي ان ويش ذا ورك از دان. فاذا السيستم هو خلينا نقول الحاجه او الجسم اللي انا قاعد اثر عليه. طيب السيستم الانفايرمنت هو اللي قاعد تسوي لي الورك. طيب does the work قاعد يعطيني ورك، قاعد يعطيني ياثر بقوه معينه عشان يعطيني ورك. زين and the form of energy in which the transferred energy appears. طيب السيستم هني وش قلنا السيستم؟ قلنا البول. زين هني الكرة. طيب الانفايرومنت هي الهاند. زين او هذا يعني الرجال اللي قاعد شو اسمه. زين الحين عندي وشو ميكانيكال. طيب هني شوف ميكانيكال قاعد يرميها، فهو قاعد وشو يدفعها بول. طيب فاذا عندي وشو ورك، عندي ورك هني مو هيت ورك. طيب زين الورك بيتحول الى وشو؟ الى كاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي انها بتتحرك. طيب هني ستروكينج اماتش اللي هي هذا عود الدخان، الدخان سموه الكبريت او ليس المهم. السيستم وش السيستم عندي؟ السيستم هني عندي حاجتين، عندي نفس العود وعندي نفس هذا السطح. زين فباقول الستيك نفسها زين العود والسيرفس. زين هذه الحاجتين اللي عندي، الانفايرمنت هو انا اللي قاعد احرك هذا العود. زين فاذا بنقول بنفس الشيء الهام بتكون هنا ترانسفير. زين ورك الحين انا حركت تحولت هذه الطاقه الى وشو؟ زين صار في تفاعل وصار عندي وشو صار عندي ثيرمال انرجي. فانا اقدر اقول انها كيميكال. زين اول حاجه تفاعل بعدين صارت عندي وشو الاي اللي هو الثيرمال، لأنه صارت عندي حرارة، صار عندي احتراق. طيب هني بعد نفس الشيء. زين السيستم هو هذه نفسها السبرينج. زين أو هذه اللي نسميها فلاتية ما أدري يسموها، المهم هذه. زين سبرينج هذا السبرينج. زين الانفايرمنت نفس الشيء، الهاند أنا اللي قاعد أثر بالقوة، تحرك صارت عندي الورك وشو أنا حين سحبت. زين جيت سويت بول بولينج. زين سحبت وش اللي صار عندي هني؟ عندي سبرينج. فإذا بقول وشو اللي هو إلاستيك إنرجي أو السبرينج. زين طيب حين من هذه يعني من إنرجي ترانسفير طلعنا حاجة. زين سميناها the work energy equation. زين the total energy of a system changes by the amount of work done it. زين فإذا قال لي ما معنى زين اختصار هذا الكلام؟ إن التغير في الطاقة في سيستم معين يساوي الورك، والورك وش قلنا يساوي؟ يساوي الميكانيكال ترانسفير. زين from of energy or from a system. زين فإذا صار عندي وشو بينه وبين الانفايرمنت، صار عندي اكسشينج. زين فالتغير في الطاقه يساوي الورك. زين the work equation is mathematical is presentation of basic energy model. طيب زين وش البيسك انرجي موديل؟ هذا البيسك انرجي موديل. طيب وش يقول في البيسك انرجي موديل؟ يقول اول حاجه ان عندي السيستم از ايزوليتد. طيب ايزوليتد نظام معزول. نظام معزول معناها وشو؟ معناها الانفايرمنت ما قاعده تاثر بولا حاجه. طيب فاذا الورك
احنا قلنا وش الورك زين، الانفايرمنت وش قاعده تسوي على السيستم، قاعده تسوي اما ورك اما هيت زين. فاذا هني احنا اذا جينا بنتكلم على الورك انرجي ايكويجن بنقول عندنا ورك. طيب فهني اذا ما صار عندي اي تغير في الطاقه من الانفايرمنت على السيستم فالورك وش بيصير؟ بيصير صفر زين، بيصير صفر تمام. والانرجي اللي داخل اللي بتتغير زين داخل السيستم تغير من شكل الى شكل اخر بنسميها وش ترانسفورميشن زين within the system. طيب وذا سيستم توتال انرجي از كونسيرفد is conserved معناها وش معناها الاولي زين، خلينا نقول الاي اي تساوي الاي اف زين، وهذا اللي نقصد به اللي هو بالتغير زين. هنا قال لي التغير از كونسيرفد زين معناها كونستنت. طيب كونستنت وش يعني؟ معناها صفر زين، زي ما شفنا هي صفر زين، كونستنت يعني صفر زين، انه قاعد داخل يتغير زين، هو صحيح قاعد داخل يتغير في ترانسفورميشن قاعد يصير فيه تغير. طيب لكن التوتال خلينا نقول التوتال لما نجي نجمع كل هذه الترانسفيرز تطلع لي وشو انها متساويه، متساويه يعني وشو كونستنت. طيب انا ما قاعد اتكلم يعني عن طاقه معينه مثلا ان الكي تساوي الكي، لا الكي اف مثلا كي اي ممكن ما تساوي الكي اف. طيب ولكن لما نجي نجمع الطاقات كلها مع بعض ك يعني كاي زين انرجي زين، انرجي بالشكل العام زين بالمعنى العام بنشوف ان اي اي تساوي اي اف. طيب وهذا اللي بنشوفه هنا في المعادله. قال لي وشو ذا توتال انرجي از ان ايزوليتد سيستم ريمينز كونستنت. كونستنت معناها وشو؟ معناها الورك تساوي صفر. كيف انا كيف جبنا هذه المعادله؟ من هذه المعادله اذا قلنا ان التغير يساوي الورك. طيب هني قلنا التغير يساوي الورك، الحين جينا وقلنا ان التغير از كونستنت، فمعناها ما في هذه الانرجي كلها تبقى داخل السيستم زين، كل التغير في الانرجي داخل السيستم ما في حاجه تطلع برا الانفايرمنت، فمعناها ما في ورك. معناها ما في ورك وشو؟ معناها الورك صفر تمام. هذا باختصار البيسك انرجي موديل واللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي اللي هو مبدا حفظ الطاقه. انزين الحين نجي الى الورك. الحين عرفنا ان الورك مثلا هني في البيسك انرجي موديل كم يساوي؟ صفر. طيب الحين جينا نبغى نعرف وش هذا الورك. انزين قال لي الورك از دون اون ا سيستم باي اكسترنال فورسز. فاذا الحين وش قاعدين احنا الورك مو لان قلت لكم من الانفايرمنت معناها انزين، الانفايرمنت هي الحاجه الخارجيه اللي تاثر انفايرمنت. طيب فاذا الورك متى يصير عندي ورك؟ لما تكون في عندي انفايرمنت، لما يصير عندي ترانس fair of energy forces from outside the system. outside the system وش يعني؟ يعني environment تمام. انزين فاذا وش قانون الورك؟ اللي هو الشغل. انزين الشغل القوه force في displacement. طيب work done by a constant force if in the direction of displacement. طيب work is vector or scalar؟ انا بقول scalar. ليش؟ لان ما في اتجاه للورك، القوه صحيح لها اتجاه، displacement صحيح لها اتجاه، لكن الورك لو جينا هني نشوف انزين هني في ورك انزين، الورك موجود هني لكن وين اتجاهها؟ ما في له اتجاه. طيب هو احنا قاعدين نحسب الورك انزين، الشغل المبذول ما له اتجاه. طيب only the parallel component of the force does the work in the system. the parallel معناها وشو؟ وش يقصد يعني parallel component؟ يقصد بها وشو انزين، الحين عندي parallel يعني هو يقصد البارول تو ذا وشو تو ذا ديسبيسمنت زي ما اشوف هنا انزين، هذه القوه. طيب هذه القوه قاعده تاثر انزين ورا وش البارول اي وشو هي الى ديسبيسمنت هني انزين، هني صحيح نفس الشيء بعد قاعد يصير عندي ديسبيسمنت في هذا الاتجاه. انا اخذ هذه كلها؟ لا ما اخذ هذه كلها، اخذ بس الاكس كومبوننت. طيب فاحنا قاعدين ناخذ القوه الافقيه عكس منه عكس التورك انزين، اذا جينا نقارن بالتورك التورك كنا ناخذ القوة العمودية، هني لا بناخذ الأفقية. طيب البارلل زين، فبنستخدم كوساين هني ما بنستخدم ساين زي التورك، فلازم تفرق بعد هني بينهم. طيب فهذا القانون إذا كانت القوة بزاوية معينة. احنا وش اللي نقدر نخلي ديسبيسمنت بزاوية؟ يعني هو هني قال لي وشو بس على الفورس هي اللي نقدر نخليها بزاوية وبعدين نحط كوساين، بس هذا الفرق عن القانون هذا. طيب ولا هو نفسه يعني ما فرقت. انزين
signs of work. طيب أنا قلت لكم وشو إن الwork scalar زين ما هو فيكتور لكن هني قال لي signs of work. وش معناها؟ معناها إني أقدر أغير في الزاوية. طيب مو قاعد أغير الwork نفسه، قاعد أغير زاوية الفورس اللي تسبب لي الwork. طيب فممكن تكون زيرو. زين متى تكون زيرو؟ لما تكون عمودية. زين work اللي هو الساينز تكون زيرو لما تكون عمودية، معناها ما عندي work أصلاً. طيب كانت هني زين في هذا الربع بتكون وشو موجبة، كانت في الربع الثاني هني بتكون وشو سالبة. هذا اللي نقصد بال signs of work. طيب positive negative and zero. طيب unit of work and energy. إنزين فإذا الwork نفس اللي هو شو اسمه نفس وحدة الانرجي، لأن الورك هو عبارة أصلاً عن انرجي. إنزين فإذا واحد جول تعرفوا أكيد الجول. إنزين وقال لي وشو ون أو نيوتن ضرب متر. إنزين من وين هذا جاء القانون؟ من F تساوي من F ضرب D. طيب هذا بعد نقدر نستخلص منه هذه الوحدة، واللي هي الوحدة بعد عادي نستخدم اثنينهم بس غالباً نستخدم إحنا الجول. إنزين وبتجو بعدين إلى الكالوري لما نتكلم عن كفاءة جسم الإنسان وما أدري إيش. إنزين طبعا هني بس عشان توضيح هذه الفكره انزين the component of if parallel to the displacement. parallel to منه to the displacement ناخذ القوه الافقيه accelerates the rider. انزين the component if perpendicular اللي هي العموديه only pulls up the rider it doesn't accelerate her. معناها وشو؟ معناها الورك حقها بيكون وشو زيرو، فما بناخذها، بناخذ بس ال x component او parallel to the displacement. طيب which force below does the most work؟ يبقى أعلى واحدة من هذه الحالات تعطيني work. all three displacements are the same. فإذا قال لي displacement كلهم زي بعض. طيب فوش اللي اختلف في هذه الحالات؟ اختلفت عندي ال F، عندي F1 F2 and F3. طيب أول حاجة بنستبعدها طبعا وشو 10 F1. ليش؟ لأن وش قلنا هني؟ لأن احنا ناخذ البرل ما ناخذ البربنديكولر. بربنديكولر معناها العموديه. انزين احنا ما ناخذها، فهني بتكون الورك صفر. طيب فهذه بنستبعدها. انزين الحين عندي اف 2 اف 3. انزين طبعا الحين احنا يعني اذا زي ما قلنا ان الديسبيسمنت نفسها. طيب لكن هني عندي زاويه. طيب الزاويه 60، لو جينا حسبنا ان 8 في كوساين 60 بتطلع عندي اقل من 6. طيب فالستة بتكون أعلى شيء. صح إن هني ثمانية الفورس، ثمانية الفورس أكبر، لكن الورك إحنا قاعدين نتكلم عن الورك. إنزين قانون الورك وش هو؟ عفواً F في D في كوساين ثيتا. إنزين كوساين ثيتا، فأنا وش هو؟ صحيح لازم وش هو أخذ القوة الأفقية. طيب إذا جينا أخذنا القوة الأفقية بتطلع هني عندي أقل من F3 أو work 3. فإذا the 6 نيوتن مع أنها أقل طاقة فيهم، عفوا أقل فورس فيهم، ولكنها أعلى work. طيب إنزين هني قال لي which force below does the most work. طيب نفس السؤال اللي قبل لكن أعطاني حالات مختلفة. طيب نجي نشوف حالة حالة. إنزين هني في F. إنزين في F، هذه ال F إلى وشو؟ إلى فوق. إنزين أول حاجة ال F إلى فوق فأنا بستبعدها. ثاني حاجة انه قال لي ان الديسبليسمنت صفر. طيب الديسبليسمنت صفر زين معناه وشو؟ خلاص اصلا يعني القانون كله راح، لا اف ولا كل يعني لا اف ولا دي. زين الديسبليسمنت اثنينهم راحوا. زين فاكيد هذا الجواب مستبعد. طيب زين الحالة الثانية، الحالة الثانية هذه قاعدة وشو؟ حاملة حقيب. زين حاملة شنطة قاعد تأثر بقوة، القوة وشو؟ بربنديكولر. زين لكن في displacement. زين هل بيكون في work ولا لا؟ ها وش رايكم؟ بيكون في work ولا لا إذا أخذنا احنا F D cosine theta؟ هي عندي بربنديكولر فما بيكون في work، فإذا هذه بتكون صفر. طيب المثال الأخير قال لي زين الحين هني نجي نشوف وش العوامل اللي تأثر على الورك. الاف والدي نفس الشيء. إنزين الاف في اف. إنزين حين الول قاعد حين هي وشو جت دفعت روح على الجدار، الجدار دفعها إلى وراء. طيب في اف إنزين وهي تحركت وحاط لي displacement.
معناها هل بيكون هذا في work ولا لا؟ يلا سؤال، هذا آخر سؤال، فيعني لازم نختبركم. يلا وقفوا وفكروا فيها وقولوا لي. طيب الحين مفروض جاوبتوا فكرتوا ويعني طلعتوا بجواب إما إيه أو لا، في work أو ما في work، لأن خلاص هذا الحالتين اللي قبل استبعدنا إنه يكون في work. طيب هني الجواب نبي يكون ما في work. ليش؟ طيب دك في displacement، حطي displacement، displacement لكن هني إلى نفس جسمها، طيب كامل جسمها، لكن وين أثرت القوة؟ أثرت القوة على إيدها. طيب إيدها ما تغير، دك وحط لي هني إيدها، هني إيدها، هني نفسها بالضبط ما تغير شيء. زين فإيدها ما تحركت، طيب إذا إيدها ما تحركت معناها الفورس اللي أتأثر، لا يعني أو خلنا نقول الجسم اللي أثرت عليه الفورس ما صار له displacement له إيدها، طيب فما تغير عندي شيء. زين ما صار في displacement معناها الورك زيرو، ما في ورك. هذا ختام الدرس، وإذا كانت عندكم أي أسئلة لا تترددوا ولا تنسوا تحلوا هذه الأسئلة موجودة في نهاية الكتاب. ولو حسيت أن أنتم تحتاجوا شوية يعني في حاجة ما فهمتوها، أيضا توضيح هذه الأمثلة يمكن أنا ما وضحتها، يعني لو ما فهمتوا هذه الأمثلة موجودة في الكتاب زين، فتقدروا ترجعوا صراحة، وأنا أحبذ أن أنتم ترجعوا إلى الكتاب إذا حاجة ما فهمتوها. طيب يعني الكتاب أقصد بالصفحات يعني شرح الدروس اللي موجودة في الكتاب، إذا حسيتوا أن أنتم ما في أو ما فهمتوا، وهناك بعد في أمثلة أكثر وشرح أكثر يعني بالكلام تقدروا تشوفوا، وأيضا يعني تقدروا تستفيدوا منه إن شاء الله. ولو كانتم أي أسئلة لا تترددوا. السلام عليكم.